اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، يسعدنا ان نتواصل نحن واياكم. برنامجنا طبعا من اجل دعم وتاييد القياده الفلسطينيه في التوجه للامم المتحده، ويسعدنا ان يكونوا معنا في الاستوديو ضيفنا وضيف محافظه طول كرم الدكتور واصل ابو يوسف، عضو اللجنه التنفيذيه منظمه التحرير الفلسطينيه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. وايضا معنا السيد جمال سعيد، محافظ محافظه طول كرم او القائم باعمال المحافظه. نعم، وكل الامور متاحه. الله يسعدك. نبدا من عند ضيفنا في محافظه طول كرم الدكتور واصل ابو يوسف. هذا التوجه للامم المتحده هل اصبح خيار استراتيجي للقياده الفلسطينيه، للشعب الفلسطيني، لمنظمه التحرير الفلسطينيه كمرحله نضاليه وخطوه نضاليه جديده تضاف في سلسله مراحل النضال الوطني الفلسطيني؟ يعني اسمح لي بدايه ان اوجه كل التحيه الى هذه المحافظه الصامده التي خرجت اليوم عن بكره ابيها، القرى والمخيمات والمدينة أيضا التي خرجت لإعلان التأييد والدعم للمطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة. وأكيد جهود بذلت خلال الأيام الماضية من أجل خروج اليوم كل جماهير شعبنا الفلسطيني في هذه المحافظة، خروج الأخ والصديق المحافظ الذي بذل جهدا خلال الأيام الماضية. وأنا يعني يسعدني أن أكون اليوم ضيفا في هذه المحافظة لنشارك جماهير شعبنا الفلسطيني في هذه المحافظة ما هو مطلوب من أجل. نعم. ليس فقط الدعم والتأييد، ولكن اليوم كان هناك استفتاء على الانتصار الفلسطيني. نحن لدينا تأكيد أننا سننجح أولا في انتزاع الاعتراف الدولي. نعم. بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهذه الجماهير التي تخرج الآن ليس في المحافظات الشمالية فقط، ولكن في المحافظات الجنوبية، في قطاع غزة، في كل مخيمات اللجوء والشتات، أينما يتواجد شعبنا الفلسطيني وأينما يتواجد أحرار العالم. نعم. الذين يؤكدوا على نضال وعزم الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الاعتراف بدولته. لذلك اليوم هو اعتراف بامتياز وانتصار بامتياز لفلسطين بالوصول. نعم. إلى العضوية، عضوية الأمم المتحدة، من أجل أن نتابع الآليات التي تكفل لنا بتحقيق الإطار الوطني الجامع، إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها حول تحقيق حق العودة وتقرير مصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وإن شاء الله نحن موعد مع الدولة الفلسطينية. نعم. سيد أبو المهند، يعني جماهير طول كرم اليوم هل نستطيع أنها نقول لبت النداء، لبت الدعوة، ومن أي باب جاءت هذه التلبية الدعوة؟ يعني حقيقة اليوم فخور جدا بجماهير محافظة طول كرم اللي اليوم لبوا النداء وكانوا على العهد كما تعودنا. نعم. منهم دائما كانوا على العهد في متابعة قضايا شعبنا الفلسطيني وحقوقه وانتزاع حقوقه. فمثل ما كانوا في قبل اسبوعين يعني كلهم لحمه واحده في مواجهه. نعم. العدوان ضد قطاع غزه، وكانوا اليوم ايضا على عهد ولحمه واحده بكل مكونات شعبنا الفلسطيني في محافظه طول كرم، مجتمعين اليوم بهذا الحدث الكبير وهذا الحدث التاريخي لمسانده وتفويض السيد الرئيس في مسعاه بالحصول على عضويه الامم المتحده عضو مراقب لدوله فلسطين. ومن حق شعبنا الفلسطيني ان تكون له دوله، وان ترى هذه الدوله النور قريبا ان شاء الله بحدود 67 وعاصمتها القدس ان شاء الله. طبعا احنا نتامل ان يكون هناك دائما وحده وطنيه مثل ما كان اليوم. شفنا الوحده الوطنيه متجسد على الارض، وانها تتجسد هذه الوحده الوطنيه دائما، وخاصه انه هناك على راس الاولويات بعد العوده من الامم المتحده وحصول دولة فلسطين على مقعد في الأمم المتحدة، حتى لو مقعد بصفة عضو مراقب، ولكن احنا هذا انتصار لنا كبير، انتصار قانوني وانتصار أخلاقي لشعبنا الفلسطيني، وهذا أيضا يجسد حلم الشهيد ياسر عرفات وقرار الاستقلال الوطني عام 88 يتجسد على الأرض بإقامة الدولة، وإن شاء الله أنه يتحقق هذا الحلم، وأسرانا البواسل يفك أسرهم ويكونوا معنا أيضا من بناة هذه الدولة. نعم. دكتور واصل، يعني اليوم العالم سوف يكون على مفترق طرق، أن نستطيع أن نقول ذلك، إما يكون مع قضايا الشعوب التي تسعى للتحرر، وإما أن تدعم الاضطهاد والاحتلال، وهناك الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية لعدم التوجه إلى الأمم المتحدة. أزاء كل ذلك، كيف يمكن للشعب الفلسطيني، القيادة الفلسطينية، أن تواجه كل ذلك؟
كما تفضلت، ضغوطات كبيره من الاداره الامريكيه ومن حكومه الاحتلال، وتهديدات مباشره للقياده الفلسطينيه والرئيس ابو مازن ايضا. نعم. في محاوله ثني القياده الفلسطينيه عن الذهاب الى الامم المتحده، على الرغم من ذلك القياده الفلسطينيه اعلنت عن تصميمها وعزمها على التوجه، ولن يمكن التراجع عن هذه الخطوه. وحددت اليوم 29 من نوفمبر الحالي، وهو له رمزيه خاصه. نعم. حيث انه يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لذلك كما تفضلت اليوم العالم على مفترق طرق. عندما يتحدث العالم أجمع وخاصة العالم الحر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والاحتلال، يكون كمكيالين كما تقوم الولايات المتحدة بإدارة قضاياها الخارجية. لهذا الأمر كانت هناك محاولات أيضا حتى اللحظة الأخيرة من أجل عدم الذهاب إلى الأمم المتحدة، كانت هناك محاولات أيضا للمقايضة على نص مشروع القرار المقدم، كانت هناك مقايضة على التعهد بعدم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية على سبيل المثال، لكن كل تلك التهديدات وكل تلك الوعيد ذهب أدراج الرياح أمام تصميم شعبنا وقيادته على الذهاب إلى الأمم المتحدة. لذلك الآن حكومة الاحتلال تحدث عن تقويض السلطة، عن أن أبو مازن شكل عقبة أمام مسيرة السلام، عن التحلل من اتفاقات أوسلو إلى آخره، أسطوانة مشروخة أصبحت. هي تدرك تماما أن عزم الشعب الفلسطيني على الذهاب إلى الأمم المتحدة أصبح لا مناص من العودة عنه، وبالتالي اليوم هو الانتصار للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. نحن نتوقع أن يكون هناك تصويت أكثر من 150 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من كل محاولات الإدارة الأمريكية بثني العديد من عواصم العالم عن التصويت على جانب القضية الفلسطينية. لذلك نحن سعينا خلال الفترة الماضية من أجل مسألتين، المسؤولة هو أن يكون أكبر عدد من عواصم العالم مع القضية الفلسطينية ومع التصويت والمطلب الفلسطيني، والأمر الثاني أن يكون المساعي والجهود التي تبذل على صعيد الدول الوازنة والكبيرة في المجتمع الدولي. وكما لاحظنا أن الاتحاد الروسي أعلن موافقته، والصين الشعبية أعلنت دعمها، وفرنسا والسويد والنمسا والعديد من دول العالم. لذلك نحن واثقون من انتصارنا ليس على صعيد فقط نسبة النجاح، ولكن على صعيد أن يكون المجتمع الدولي معظمه مع القضية الفلسطينية وعدالة القضية الفلسطينية. نعم. إذن كيف تفسر الضغوط الإسرائيلية وهناك أفرجت عن أموال حوالي 200 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ هل نستطيع أن نقول بأنه انتصار للقضية الفلسطينية أيضا أجزاء كل ذلك؟ بطبيعة الحال كل التهديدات لا يستطيع لا المستوطن الاستعماري لبرمام ولا رئيس حكومته نتنياهو ولا كل أركان حكومته أن يقوض السلطة الوطنية الفلسطينية وأن يتخذ إجراءات عقابية للسلطة. نحن في القيادة الفلسطينية لا نقايض حقوق الشعب الفلسطيني لا بالمال ولا بالتهديدات، وبالتالي إذا لاحظت في زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة أخيرا شعرت بأن الأمر أصبح واقعا، وهي تحدثت مع رئيس حكومة الاحتلال أن الأمر لا يمكن قطع الطريق على هذا النجاح، هناك تصميم على الذهاب، نحن سنخفف بعض الإجراءات المتخذة. حاولت كما قلت قبل قليل عدم الذهاب إلى محكمة الجنايات إلى آخره، أيضا رفضت كل تلك القضايا، ذهبت إلى لقائها مع نتنياهو، تحدث معه بشكل واضح وصريح أن حجب أموال الضرائب الفلسطينية تشكل قرصنة وابتزاز وسرقة للمال الفلسطيني وهو من حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي تستطيع حكومة الاحتلال أن تحجب هذه الأموال لشهر أو شهرين كما جرت العادة، ولكن مع ضغط المجتمع الدولي ومع القانون الدولي سترجع الأموال المحتجزة، وبالتالي هذه يعني حركة تشكل يعني تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها وتشكل قرصنة واضح على الشعب الفلسطيني. لذلك هي أدركت حكومة الاحتلال أن كل هذه الأسطوانة المشروخة تتحدث عنها بشكل يومي لن تجدي نفعا، بالعكس من ذلك تماما، هناك انتصار للشعب الفلسطيني سيجري أمام أنظار العالم أجمع، وسنصل إلى عضوية فلسطين، وأيضا سيرضخ الاحتلال أمام عزم وتصميم القيادة الفلسطينية بتطبيق قرار الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها جلاء الاحتلال وجدرانه واستيطانه الاستعماري عن كل الأراضي المحتلة بعد 67. سيد أبو المهند، قبل أيام قليلة كان عدوان وحرب على قطاع غزة، وفي النهاية نقول انتصرت غزة انتصرت فلسطين، والتوجه إلى الأمم المتحدة كيف يكون في ظل الانقسام الفلسطيني أو المرحلة الراهنة، كيف نتغلب عليها بهذا الوضع؟ بالتأكيد احنا في ظل الانقسام لا يمكن ان نحقق انتصارات واختراقات عالمية، ولكن منذ في العدوان كان هناك التفاف شعبي ووحدة وطنية حقيقية تجسدت على الأرض في صد هذا العدوان، واليوم احنا ايضا كنا في الاسناد الشعبي على مستوى المحافظات كان هناك وحده وطنيه حقيقيه، وكان كل فصائل العمل الوطني موجوده، اللي بحييهم خلالكم اليوم خلال شاشاتكم، وايضا بحيي اخي الدكتور واصل اليوم لحضوره، كان معنا شكل اضافه نوعيه لهذا الزخم الشعبي،
ويعني أنا كل المكونات شعبنا الفلسطيني بشكرهم على الحضور والزخم هذا، وخاصة أنه يكون مؤكدين على الوحدة الوطنية اللي هي إن شاء الله تكون عنوان المرحلة القادمة، وأنه يكون هناك عمل كبير، لأنه ينتظرنا عمل كبير ما بعد الحصول أو انتصارنا في الأمم المتحدة وحصول على عضوية الدولة. هناك عمل كبير لتجسيد هذه الدولة على أرض الواقع، إذن وخاصة الشعب أنه في صيغة قانونية دعم التوجه للأمم المتحدة من جانب، ومن جانب آخر طالب بإنهاء الانقسام. طبعا نادى بإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية، وتجسد هذه الوحدة على الأرض. وكان هناك وعد أصلا يعني من الرئيس قبل ما يخرج على قبل ما يطلع على أمريكا، أنه أولى الأولويات اللي بعد العودة هي متابعة موضوع المصالحة، وكان هناك دعوة لكل قيادة الشعب الفلسطيني في القاهرة حتى أنهم يكملوا مرحلة تنفذوا اتفاق الوحدة أو اتفاق الدوحة واتفاقات القاهرة يعني بعد عودته من الولايات المتحدة. نعم. منتصرا إن شاء الله وحصولنا على الدولة الفلسطينية، يعني بالتأكيد هناك فرحة كبيرة من أبناء شعبنا في هذا الانتصار. وإن شاء الله تحقق هذه الانتصارات وتتواصل هذه الانتصارات، حين نكون من فجر غزة إلى زلزال أبو مازن إن شاء الله في الأمم المتحدة وما بعد الأمم المتحدة إن شاء الله. نعم إن شاء الله يكون ذلك. دكتور واصل، يعني لا نريد أن نتشائم، ولكن إذا لم يتم الاعتراف بذلك على صعيد القضية الفلسطينية ماذا يحصل؟ مستحيل، لأن القضية الفلسطينية كما قلت قبل قليل، أولا لابد من أخذ بعين الاعتبار أن التحضيرات والمساعي التي جرت خلال الفترات الماضية أمنت نجاح فلسطين في الوصول إلى العضوية. على صعيد المثال سأضرب، كان هناك إجماع عربية من خلال اجتماعات القمة واجتماعات المتابعة في منظمة التعاون الإسلامي التي اجتمعت في 27 من رمضان الماضي في مكة المكرمة، كان قرارا جامعا لكل الكتلة الإسلامية بأن تصوت لجانب فلسطين. حركة عدم الانحياز التي انعقدت بعد ذلك في طهران كان هناك بحضور 120 دولة، كان هناك أيضا قرارا واضحا. الاتحاد الأوروبي لم يكن له موقف موحد إذا أي قضية، لأنه لا يمكن أن يتمقض عنه موقف موحد، كانت هناك دول وعدت بالتصويت، دول ستمتنع، دول ضد. اليوم مساحة الدول التي ستصوت إلى جانب المطلب الفلسطيني أكبر من ما قبل في المساء الأخيرة، وفرنسا أعلنت بالأمس والنمسا والسويد والعديد من الدول. إضافة إلى أننا لدينا أيضا علاقات وازنة في الكتلة الإفريقية، في أمريكا اللاتينية، في العديد من دول العالم، لذلك لن يكون ضد هذا القرار سوى الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال ومن لفهم فقط. يعني هناك دول على سبيل المثال جزر مارشال وبوكرونيزيا ومش عارف شو، أمريكا، إسرائيل، ألمانيا، والذي يعني بفلكهم. بطبيعة الحال يعني كندا على سبيل المثال أعلنت بالأمس شعبنا الفلسطيني استاء جدا من كندا التي تتحدث عن ديمقراطية وحقوق إنسان والأخري، وعندما يتعلق الأمر بحكومة الاحتلال والشعب الفلسطيني تنحاز بشكل سافر وتنحاز أيضا الموقف الأمريكي، لذلك خرجت بالأمس فعاليات عديدة أمام السفارة الكندية للتعبير عن سخطها ورفضها للقرار الكندي. أنا بعتقد أن كل شعوب العالم الحرة ستقف مع التصويت لدولة فلسطين، لذلك لا أمل يرجى من أننا سنفشل في الأمم المتحدة، نحن سننجح حتما وذاهبون للانتصار وليس للفشل. نعم، وبريطانيا ربطت الاعتراف بشرط عدم الذهاب إلى المحكمة الدولية. نعم، أنا بعتقد ماذا ترد على على بريطانيا التي هي أحيانا تسعى إلى السلام أو تتحدث عن السلام؟ لا، يعني أنا بعتقد أنه أساس المشكلة الفلسطينية، أساس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي بريطانيا. نعم. من خلال الوعد بالفور. صحيح. وبالتالي هي تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية ومسؤوليات عديدة جسيمة عن ما يحصل للشعب الفلسطيني. كان الأولى بريطانيا أن تقف مع الاعتراف بدولة فلسطينية وهي تتحدث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني يكون هناك كيل بمكيالين، كما يعني معروف أن الموقف البريطاني منذ فترة طويلة يدور بنفس الفلك الأمريكي، بنفس المواقف الأمريكية. وكان توني بلير الآن مندوب الرباعية الدولية كيف قام بالتوافق مع رئيس الإدارة الأمريكية بالذهاب إلى حرب ضد العراق وأفغانستان وإقامة حروب في المنطقة، وبالتالي الموقف البريطاني تابع لهذا الموقف. نحن يعني بصراحة نستغرب من هذا الموقف البريطاني، ونشجب أيضا ما يمكن أن يشكله الموقف البريطاني من على الأقل عدم التصويت إلى جانب العدالة والقضية الفلسطينية، وما يتحدث عنه بريطانيا أمام دول العالم أجمع، وعندما يتعلق الأمر في الشعب الفلسطيني يكون كبير بكيالين. هذا شيء مؤسف.
إذا أيضا كما بدأنا الحديث معك، هل نستطيع أن نقول أن فلسطين أو القضية الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة أصبحت تعري العالم؟ بطبيعة الحال هذا شيء أكيد، ولذلك اليوم هو بصراحة ميزان واضح تماما في الأمم المتحدة لمعرفة من يتحدث عن الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان ويصوت مع ذلك، ومن يتحدث ويكيد بمكيالين. هذا الأمر واضح تماما. نحن يعني لا نعتب على الإدارة الأمريكية، لأن نعرف أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل سافر لحكومات الاحتلال، وموقف الاحتلال الذي يعني يحاول عرقلة، حاول الاحتلال جمع وزراء الخارجية في أوروبا مش عارف شو، سوى مجموعة من القضايا التي لها علاقة في محاولة قطع الطريق على النجاة، فشل في ذلك تماما فشلا ذريعا، وهو الآن يستسلم لأمر الواقع. القضية الفلسطينية وعدالتها وتضحيات الشعب الفلسطيني أنا أعتقد أنها تلاقي من كل الأحرار في العالم صدى كبير، وبالتالي نحن واثقون من انتصارنا اليوم بالوصول إلى أرضية فلسطين. هذا الأمر سيستوجب أيضا نقل هذه المعركة فيما بعد إلى معركة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحدث عنها أخي أبو مهند، والرئيس في اجتماع القيادة الفلسطينية أعلن أنه سيكون هناك اجتماع فوري بعد عودته للأمناء العامين لجميع الفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبعض الشخصيات المستقلة المتفق عليها للاجتماع الفوري من أجل إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ومن أجل التوحد الفلسطيني في مواجهة مخاطر الاحتلال، وأيضا متابعة الآليات المتعلقة بتطبيق قرارات الشرعية الدولي والقانون الدولي ما فيها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وانطباق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على كل الأراضي التي احتلت بعنوان 67، ويعتبر ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان استعماري أو قطع اختطاف للأسرى وتقليل الأبطال ووضعهم في معسكراتها داخل أراضيها يعتبر هو جريمة حرب، وهذه المسألة يجب أن تتابع. ونحن ذاهبون أيضا إلى كل الوكالات المتفق عليها الأمم المتحدة ما فيها محكمة الجنايات الدولية لنفعل كل آلياتنا المتعلقة بعزل حكومة الاحتلال ووضع حد لهذا الاحتلال الغاشم. ماذا يكسب القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد بحالة الاعتراف طبعا. بالتأكيد مكاسب كبيرة جدا. المسألة الأولى وهي أن العالم جميعه يعترف بدولة فلسطين. هذه الدولة المعترف بها في الأمم المتحدة هي الدولة الوحيدة الواقعة تحت الاحتلال، وبالتالي ما يستوجبه متابعة ذلك من قبل المجتمع الدولي من أجل إنهاء هذا الاحتلال، هذه المسؤولية الأولى. المسألة الثانية باختصار شديد وبشكل سريع، هناك مسألتين على سبيل المثال سأذكرهما. الاستيطان الاستعماري الذي تحاول حكومة الاحتلال بنائه وتوسيعه من أجل الحلول دون إقامة دولة فلسطينية سواء في الضفة الفلسطينية أو في القدس وإخراج القدس من أنها عاصمة لدولة فلسطين، كل ما تقوم به أمام القانون الدولي أمام اتفاقيات جنيف يعتبر جريمة حرب ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال بناء استعمار استيطاني في أراضي الدولة التي تحتلها وفي سياق جلب السكان من أجل الديمغرافيا والجغرافيا التي تحاول تغييرها، وبالتالي هذا يعتبر في القانون الدولي جريمة حرب. الأسرى والمعتقلين تعتبرهم حكومة الاحتلال هم أسرى أمنيين. في حالة انطباق القانون الدولي القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف باعتراف المجتمع الدولي على الأراضي المحتلة بعنوان 67 يعتبر هذا أيضا جريمة اختطاف جريمة حرب، لأنهم أسرى حرية وحرب للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يجوز اختطافهم ونقلهم، وبالتالي يتغير المركز القانوني لكل القضايا التي لابد من متابعتها في صف موحد. لهذا الأمر الوحدة الوطنية الفلسطينية هامة في إطار استراتيجية واضحة تعمل مع المجتمع الدولي وتفعل الوضع على الأرض لمواجهة الاحتلال واستيطانه وجدرانه وحواجزه العسكرية. أشكرك جزيلا. المرحلة القادمة والمرحلة الراهنة ماذا تتطلب من الشعب الفلسطيني؟ يعني احنا أبو المهند. اكيد مثل ما حكيت سابقا انه تتطلب مزيدا من التمسك بالوحدة الوطنية، مزيدا من التوافق الوطني، مزيدا من العمل والانسجام بين كافة مؤسساتنا الرسمية والوطنية والأهلية للمضي قدما في بناء هذه المؤسسات لمؤسسات الدولة العتيدة ان شاء الله، ونحقق هذا الحلم الفلسطيني. يعني بس حبيت أن أكد قبل ما ننهي أنه في عنا إحنا يعني قلوبنا أكيد وعيوننا متطلعة حتى للأمم المتحدة حتى نسمع الخطاب ويصير التصوير، وإن شاء الله إحنا يعني بالليل هنتابع هذا من خلال شاشة العرض في دوار عبد الناصر، وستكون هناك احتفالات اليوم مساء إن شاء الله نلتقي. إن شاء الله إحنا بكون شعبنا برضو على موعد وأهلنا في محافظة تركيا على موعد مساء مع هذا الحدث الكبير إن شاء الله. وإن شاء الله نحن كتلفزيون أيضا سوف نوفر لكم كل الإمكانيات من أجل إنجاح هذا التجمع على ميدان جمال يعني عبد الناصر. فرصة برضو نشكركم لأنكم أنتم حتتبنوا البث المباشر الليلي من خلال هذه الشاشة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو المهند السيد جمال سعيد القائم بأعمال محافظة طول كرم. شكرا جزيلا لك دكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية. شكرا. وأهلا وسهلا بك طبعا في محافظة طول كرم.